بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه المحاضرة التاسعة في مقرر اللغة العربية في جامعة الأندلس، المستوى الأول، التخصص عام. وسنتناول فيها موضوع التوابع. فما التوابع؟ ولما قيل لها توابع؟ التوابع هي النعت والتوكيد والعطف والبدل، وسميت بالتوابع لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب. تابعا، التاء والباء والعين يدل على التلو والقفو. يقال تبعت فلانا إذا تلوته واتبعته. قد مر بنا في المحاضرات السابقة أن العمدة والفضلات لها شخصية إعرابية، هي الرفع في المبتدأ والنصب في المفعول مثلا. أما التوابع التي نحن بصددها فليست لها مثل تلك، ليس لها شخصية مستقلة، إذ هي تابعة لمتبوعها في الإعراب من رفع أو نصب إلى آخره. وسنبدأ بالنعت، وبعضهم يقول الصفة، والأمر واسع في ذلك. سؤال: هل هناك فوائد للنعت؟ الإجابة نعم، هناك فوائد للنعت. فالمتكلم عندما يذكر النعت أو الصفة في كلامه فإنه يسعى من وراء ذلك إلى تحقيق فائدة من فوائد النعت. فما تلك الفوائد؟ هي كثيرة، منها التخصيص، ومنها التوضيح، ومنها المدح، ومنها الذم، ومنها التوكيد، ومنها الترحم. التخصيص: متى يفيدنا النعت تخصيصا؟ يعطينا النعت تخصيصا إذا كان الموصوف نكرة. مثال ذلك: قرأت كتابا جديدا. أين النعت وأين المنعوت في هذا المثال؟
نعت هو كلمة جديدا، والمنعوت هو كلمة كتابا. فكلمة جديدا خصصت كلمة كتابا النكرة، والتخصيص يقلل من الإبهام. التوضيح: متى يعطينا أو يفيدنا النعت توضيحا؟ إذا كان الموصوف معرفة. مثال ذلك: جاء محمد التاجر. أين النعت في المثال وأين المنعوت؟ النعت كلمة التاجر، والمنعوت هو محمد. ما نوع المنعوت؟ معرفة. وهذه المعرفة تحتاج إلى توضيح. كيف؟ لو أن هناك 5 من الرجال، أو قل مجموعة من الرجال، وكل واحد اسمه محمد مثلا، الأول نجار، والثاني حداد، والثالث خباز، والرابع تاجر، إلى آخره. فلو قلنا جاء محمد ولم ننعت هذا الاسم، لما عرفنا من هو محمد من بين أولئك الرجال. هل نقصد النجار أم نقصد الخباز أم نقصد التاجر أم نقصد غير ذلك؟ لكن لو قلنا جاء محمد التاجر، كلمة التاجر هذه أعطتنا توضيحا لمحمد. فمن هو محمد من بين أولئك الرجال؟ إنه التاجر. فنقول جاء محمد التاجر، وهذا النعت أعطانا أو أفادنا توضيحا لهذه المعرفة. المدح: قد يسعى المتكلم عند ذكر النعت إلى المدح، فيقول مثلا جاء المعلم المخلص. كلمة المخلص صفة للمعلم، وهذه الصفة صفة إيجابية، يسعى المتحدث عند ذكرها إلى ماذا؟ إلى مدح المعلم بها، فقال المخلص. إذن أفادنا النعت هنا المدح. الذم: الذم عكس المدح تماما، وهناك ألفاظ تدل عليه، منها على سبيل المثال كلمة الكسول، ومنها المهمل، ومنها الجبان، إلى آخره.
فإذا قلنا جاء سعد المهمل أو رسب سعد المهمل، فإن كلمة المهمل تعطينا ذما لهذا المسمى. التوكيد. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ماذا نجد؟ نجد كلمة واحدة نعت. لمن؟ لكلمة نفخة. ماذا أعطانا النعت في الآية؟ ماذا أفادنا؟ أفادنا توكيدا، وذلك لأن كون نفخة مفهوم أنها واحدة، لكن جاءت كلمة واحدة بعد نفخة توكيدا لهذه الكلمة لنفخة. الترحب. عندما نقول ما أضعف هذا الرجل المسكين، فإن كلمة المسكين هي نعت. نعت لمن؟ لكلمة رجل. ما الفائدة من ذكرها؟ الترحم. إذن نخلص من ذلك إلى أن للنعت فوائد عدة يسعى المتكلم إلى تحقيق ما يريد منها عند ذكره للنعت. ننتقل الآن إلى أقسام النعت. النعت ينقسم إلى قسمين اثنين. الأول يسمى النعت الحقيقي، والثاني يسمى النعت السببي. وسنبدأ بالنعت الحقيقي. فما النعت الحقيقي؟ النعت الحقيقي تابع ينعت اسما قبله ويدل على صفة من صفاته. انظر، ينعت اسما قبله. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك من القرآن قوله تعالى: فيهما عينان نضاختان. أين المنعوت في الآية وأين النعت؟ المنعوت عينان والنعت نضاختان. فقد وصف الله العينين بقوله نضاختان، أي فوارتان تنضخان بالماء، تنضخان بالماء. وبالنظر إلى الآية نجد ماذا؟ نجد أن النعت وهو نضاختان قد تبع المنعوت وهو عينان. في ماذا؟ فيما يأتي: واحد، في الإعراب، اثنان، في التنكير، ثلاثة، في العدد التثنية، أربعة، في النوع الثاني. الإعراب. تبع النعت نضاختان
المنعوتة عينان في الرفع. فالمنعوت في الآية مرفوع وعلامة رفعه الألف، لماذا؟ لأنه مثنى وهو مبتدأ مؤخر، ولذلك جاء النعت نطاختان مرفوعا أيضا وعلامة رفعه الألف، لماذا؟ لأنه مثنى. نأتي إلى التنكير، ماذا نجد؟ نجد المنعوت في الآية نكرة عينان، ولذلك جاء النعت نكرة أيضا نضاختان. العدد، المنعوت في الآية مثنى، ولذلك جاء النعت مثنى. النوع، المنعوت في الآية مؤنث عينان، ولذلك جاء النعت مؤنثا أيضا. إذن نخلص من ذلك إلى أن النعت تبع المنعوت في الآية في إعرابه وفي تنكيره وفي تثنيته وفي تأنيثه. ننتقل الآن إلى ماذا؟ ننتقل الآن إلى النوع الثاني وهو النعت. ننتقل الآن إلى أنواع النعت الحقيقي. النعت الحقيقي ثلاثة أنواع: نعت مفرد، نعت جملة، نعت شبه جملة. أولا النعت المفرد، ماذا نعني بكلمة مفرد هنا؟ المقصود بكلمة مفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. مثال: قال تعالى في جنة عالية، ماذا نجد؟ نجد أن كلمة عالية هنا هي النعت. ننظر إلى كلمة عالية، ليست جملة ولا شبه جملة، بل إعراب. في حرف جر مبني على السكون، جنة، جنة اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة، عالية صفة أو نعت لمن؟ لجنة، مجرور وعلامة جره الكسرة. نأتي إلى النوع الثاني، نعت جملة. نبدأ بالجملة الاسمية. قال تعالى في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. أين النعت في الآية وأين المنعوت؟ المنعوت هو نخل، والنعت طلعها هضيم.
طلعوا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والهاء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إذن النحت هنا جملة اسمية طلعها هضيم وهي في محل جر نعت لمن؟ لكلمة نخيل. أما الجملة الفعلية فنجد مثال ذلك في قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. أين النعت وأين المنعوت في الآية؟ النعت هنا جملة، الجملة الفعلية هنا. المنعوت كلمة غراب، غرابا الإعراب. بعث فعل ماض مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، غرابا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، يبحث فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وأين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على كلمة غراب. والجملة الفعلية في محل نصب نعت لمن؟ لغراب، لكلمة غراب. نأتي إلى النوع الثالث وهو نعت شبه جملة. هذا النعت قد يكون جار ومجرور، وقد يكون ظرف وما أضيف إليه. مثاله قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. هنا النعت شبه جملة، أين هو؟ من آل فرعون، من حرف جر، آل اسم مجرور، فرعون مضاف إليه مجرور، وعلامة جره ماذا؟ الفتحة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. وشبه الجملة الجار والمجرور في محل رفع نعت. ومثال الظرف وما أضيف إليه قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. أين النعت؟ هنا فوق العذاب. فوق ظرف مكان منصوب، العذاب مضاف إليه، وشبه الجملة في محل نصب نعت لمن؟ لعذاب، لعذاب. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من النعت وهو النعت السببي. فما النعت السببي؟ النعت السببي تابع ينعت اسما بعده، انظر ينعت اسما بعده. في النعت الحقيقي ماذا قلنا؟ قلنا ينعت اسما قبله.
جنعت اسما بعده. تابع ينعت اسما بعده يربطه بالمتبوع ضمير عائد عليه، ويكون هذا النعت مفردا دائما ويتبع ما بعده. في ماذا؟ في النوع التذكيري والجواب الثاني. ويغلب عليه أن يكون اسما مشتقا، مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة. وهذا المثال يوضح ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الظالم أهلها، القرية هنا بدل من ماذا؟ من هذه، مجرور وعلامة جره الكسرة. الظالم نعت، ما نوعه؟ سببي. هو مجرور علامة جره الكسرة، الظالم. لكن كيف ينعت اسما بعده وهنا مجرور، وما بعده هو أهل، وأهل فاعل، فاعل باسم الفاعل الظالم. فالظالم ما نوع اسم مشتق؟ اسم فاعل، وأهل فاعل لاسم الفاعل، أهل فاعل لاسم الفاعل الظالم. أهل الظالم أهل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وأين الرابط؟ الرابط الهاء في أهلها الظالم أهلها، وهو ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إذن النعت السببي لا ينعت الاسم السابق عليه على وجه الحقيقة، وإن كان في اصطلاح النحاة يسمى منعوتا أيضا، لكنه ينعت اسما ظاهرا يأتي بعده ويكون مرفوعا مشتملا على ضمير يعود على ماذا؟ على الاسم السابق. وهذا الأخير هو الذي يسمى النعت السببي. لماذا؟ لأنه متصل بالسابق بسبب. فكلمة الظالم في قوله القرية الظالم وقعت نعتا، والاسم السابق يعد المنعوت. ومن الواضح أن النعت هنا ينعت الاسم اللاحق والمرفوع به. من الظالم؟ أهل. من الموصوف بالظلم؟ أهل، والمتصل به ضمير يعود على المنعوت وهي القرية. وبذلك نكون قد انتهينا من النعت بقسميه، وننتقل إلى التابع الثاني وهو التوكيد. فما التوكيد؟ التوكيد تابع يؤكد متبوعه ويزيل عنه الشك واحتمال إرادة غيره أو عدم إرادة الشمول. والتوكيد ينقسم إلى قسمين اثنين: الأول توكيد لفظي، والثاني توكيد معنوي. التوكيد اللفظي يعرف من اسمه توكيد لفظي، ويكون بتكرار اللفظ، وهذا اللفظ المكرر قد يكون حرفا
قد يكون فعلا وقد يكون اسما قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. نبدأ أولا بتوكيد الحرف. إذا سألك شخص ما وقال لك هل عندك من أحد؟ فستقول لا وقد تقول نعم. فقد تقول لا وقد تقول لا لا أحد. فلا لا أحد هنا تكرار. كررت ماذا؟ كررت حرف لا مرتين. فالحرف الثاني يكون توكيدا للحرف الأول، أي أنك أكدت النفي بالحرف. ثانيا توكيد الاسم. جاء في قصيدة درويش السابقة مرت بنا قوله أنت الآن حر حر. فأنت ضمير مبتدأ في محل رفع، ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. حر الأولى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وحر الثانية توكيد للاسم الأول. إذن كلمة حر توكيد لفظي وقد تبع الاسم الأول، فجاء مرفوعا مثل ما كان الأول السابق له. ثالثا توكيد الفعل. قد يؤكد الفعل فنقول مثلا ظهر ظهر الحق، فالفعل الثاني ظهر في الجملة توكيد للفعل الأول، توكيد للفعل الأول. ولا يقتصر التوكيد على الحرف أو الاسم أو الفعل، فقد تؤكد الجملة. مثلا الجملة الفعلية قول الشاعر سقط القناع سقط القناع. سقط فعل ماض مبني على الفتح، القناع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وسقط القناع في الجملة الثانية توكيد للجملة الفعلية الأولى، توكيد للجملة الفعلية الأولى. توكيد الجملة الاسمية ما مثاله؟ مثاله مثلا تقول أنت الشجاع أنت الشجاع أنت الشجاع أنت الشجاع. أنت ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، الشجاع خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجملة الاسمية الثانية أنت شجاع توكيد لفظي للجملة الأولى. نأتي إلى توكيد شبه الجملة. المثال سقط القناع عن القناع عن القناع. المثال اشتمل على توكيد شبه جملة أين؟ في قوله عن القناع الثانية. عن القناع الأولى جار ومجرور، والثانية جار ومجرور توكيد لفظي
نأتي الآن إلى التوكيد المعنوي. هذا التوكيد اسم يأتي لتوكيد معنى المتبوع وله ألفاظ محدودة هي نفس، عين، كلا، كلتا، كل، جميع، عامة. فنفس وعين تفردان مع المفرد وتجمعان، لاحظ، وتجمعان مع المثنى والجمع. مثلا نقول عاد الرجل نفسه أو عينه، فنفسه توكيد معنوي مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة، نفسه، والها، الهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. الآن ننظر إلى توكيد المثنى كيف يكون. عندما نقول عاد الرجلان أنفسهما أو أعينهما، الإعراب، عاد فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، الرجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. أنفسهما، أنفس توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهي علامة أصلية. أنفسهما، هما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وتوكيد الجمع يكون كالتالي. مثلا نقول حضر الرجال أنفسهم، حضر فعل ماض مبني على الفتح، الرجال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، أنفسهم توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. كلا وكلتا، هاتان اللفظتان تستعملان لماذا؟ لتوكيد المثنى، لكن بشرط. ما هو؟ أن تضاف إلى ضمير يطابق المؤكد. يطابقه في ماذا؟ يطابقه في النوع والعدد، وتعربان إعراب المثنى، إعراب المثنى. نبدأ بكلا. تستعمل كلا لتوكيد المثنى المذكر. مثال ذلك حضر الصديقان كلاهما، حضر فعل ماض مبني على الفتح، الصديقان فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الصديقان، الألف، كلاهما توكيد معنوي مرفوع ما علامة رفعه؟ الألف. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. كلاهما، وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وعند النصب نقول صافحت الصديقين كليهما، فكليهما توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى وهما ضمير، نقول كالسابق، وهكذا في حالة الجر. فنقول سلمت على الصديقين كليهما. كلتا، كلتا تستعمل لتوكيد المثنى المؤنث، فنقول حضرت الطالبتان كلتاهما، فكلتاهما توكيد معنوي وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. معنى كل وجميع وعامة، هذه الأبواب
الألفاظ تفيد الشمول والعموم، ويجب أن تضاف هذه الألفاظ إلى ضمير يطابق الاسم المؤكد في النوع وفي العدد. فتقول مثلا: حضرت العشيرة كلها، وحضر الطلاب جميعهم، ورأيت الطالبات جميعهن أو عامتهن. نأتي إلى العطف. العطف هو الجمع بين المتبوع والتابع. بماذا؟ بحرف من حروف العطف. ما حروف العطف؟ حروف العطف كثيرة، سنذكر بعضها إن شاء الله. ما بعد حروف العطف يسمى معطوف، وما قبل الحرف يسمى معطوف عليه، فما بعد الحرف يتبع ما قبله في الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما. حروف العطف منها الواو، منها الفاء، وثم، وأو، وأم، وحتى، وبل، ولا، ولكن، وغيرها. أمثلة: يسود الشجعان لا الجبناء. لا، هنا يسود فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، الشجعان فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. لا حرف عطف مبني على السكون. لا حرف عطف مبني على السكون. الجبناء اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. الضمة. مثال آخر: لا تبغض المؤمنين لكن الكافرين. أين حرف العطف؟ لكن. حرف عطف مبني على السكون. الكافرين اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، وهكذا يقال في بقية الحروف. نأتي إلى البدل. البدل، ما هو البدل وإلى كم ينقسم؟ البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وينقسم إلى ثلاثة أنواع: بدل مطابق، بدل كل من كل، بدل اشتمال. أولا البدل المطابق. في هذا النوع يكون البدل مطابقا للمبدل منه في معناه. في معنى هذا البدل يساوي المبدل منه في المعنى مساواة تامة. مثال: كان الخليفة عمر عادلا. فعمر هو الخليفة، والخليفة هو عمر. أيضا كقولنا في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فكلمة صراط الثانية مساوية لصراط الأولى. الثاني البدل بعض من كل. يكون البدل في هذا النوع جزء من المبدل منه، ويشترط فيه أن يكون متصلا بضمير المبدل منه. مثال ذلك قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. فالليل مفعول به منصوب قم الليل، ونصفه بدل نصف بعض من كل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نصفه، والها ضمير متصل
مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. 3 بدل الاشتمال، وهو بدل الشيء مما يشتمل عليه أو يتصل به اتصالا من نوع ما. مثال ذلك: أعجبت بزيد خلقه. فكلمة خلقه بدل اشتمال، مجرور بزيد. أعجبت بزيد خلقه، فخلقه بدل اشتمال مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة خلقي، والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وبذلك نكون قد انتهينا من التوابع، والحمد لله رب العالمين.